الوالي هو المسؤول الأول تاع الولاية نتاعو، كل المدراء خاضعين ليه، ولما يشوف اللي قطاع من القطاعات ما راش يشتغل ومتقعص يوقفوا، من حقه يوقفوا، من صلاحياته باش يوقفوا. نتعين عنده مدير معروف غير الكفاءة نتاعو ولا بقربه من شبهات، عنده الحق يرفضه. الوالي يمثل الدولة على مستوى الولاية كرئيس حكومة، هو رئيس حكومة. جزائر تيوب، أول قناة إلكترونية في الجزائر.